بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. كلامنا اليوم في متعلقات الموضوع، الموضوع الذي هو للتذكرة أحكام وآداب القتال عند سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. اليوم نحاول أن نجمع متعلقات الموضوع ونسلط الضوء عليها شيئا قليلا. ومعلوم أن الحسين عليه السلام هو ولي الله، لقوله عليه السلام مستشهدا بالآية المباركة: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو وليه، يعني هذا أن أول ما يلزم أن نبحثه هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما قال في الحسين عليه السلام. وبديهي أن الذي يقوله الله سبحانه وتعالى يسبق الخلائق، يعني بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق محمداً وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ثم لما خلق آدم عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بيّن له مقام محمد ومقام آله صلوات الله عليهم أجمعين بالاسم، كما نجد مثل ذلك في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مهد للحسين سلام الله عليه وليومه يوم عاشوراء مع آدم ووصيه شيث والأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين ومحمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن. مرورنا سيكون على ما ذكرنا مرور التذكير لا التحليل، لأنه خارج عن الموضوع. أما بالنسبة للمفردة الثانية فالملائكة المقربون لهم علاقة بالتبع والضرورة والطبع أن ما اهتم به الله سبحانه وتعالى وما قال عنه اهتم به الملائكة كذلك.
وهو قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا يدل على أن الملائكة أيضا لهم مواقف، خصوصا المقربين مثل جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وروح القدس وعزرائيل عليهم السلام جميعا. ثم أيضا هناك الملائكة الذين لا حصر لهم من جنود الله سبحانه وتعالى في السماوات والأراضين، وهذا لنفس المقدمة التي ذكرنا أن الضرورة العقدية أو العقائدية تستدعي علم الجنود بما يقول الله سبحانه وتعالى وبما يريد وبما لا يريد. فنتوقع علميا قبل الخوض في البحث أن هناك مواقف كثيرة من الملائكة الباقين. المفردة الثالثة هي بالنسبة للأنبياء على التفصيل، بمعنى أن كل نبي له موقف مع الحسين سلام الله عليه قبل أن تكون عاشوراء، وهذا يدخل في التمهيد العلمي والأخلاقي وحتى العقائدي والشرعي والعرفي أيضا لقيام عاشوراء، باعتبار أن النبيين رسل الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعرفوا ويبينوا موقفهم من الحسين سلام الله عليه بالتفصيل وليس مرور الكرام، إنما قضيتهم أحد أهم مرتكزاتها والمسألة البارزة فيها هي الحسين سلام الله عليه. وكذلك بعد الأنبياء الأوصياء، يعني أوصياء النبيين المذكورين بالاسم والمذكورين بالصفة، أيضا لهم مواقف من الحسين كما لهم مواقف من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، باعتبار أن محمدا صلى الله عليه وآله سيد الخلائق، وما دام أنه سيد الخلائق فينبغي أن الخلائق تلتفت لما يهمه وما لا يهمه. التفاتهم إلى الله سبحانه وتعالى والتفاتهم إلى المبادئ والمعاني والشريعة والتعاليم والتوجيهات والأحكام التي صدرت من الله سبحانه وتعالى على رسله، وأيضا هذا بالتفصيل إذا اعتبرنا أن لكل نبي 12 وصيا، فيكون عدد كبير جدا من الصديقين والأوصياء والأنبياء لهم مواقف قولية وحالية وفعلية مع سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة مباشرة بالاسم أو بالتبع لموقفهم من جده محمد خاتم النبيين وسيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله. الأمر الخامس هو شخص الحسين سلام الله عليه، والذي هو محور البحث الذي نبحث فيه فيما صدر منه من الأحكام والآداب فيما يتعلق بالقتال عهده، أي في الفترة الممتدة من موت معاوية إلى شهادته بل
إلى يوم دفنه صلوات الله وسلامه عليه، بل يمكن أن يمتد بالمطلوب والمرسوم منه صلى الله عليه وآله من المؤمنين والتأثيرات في العالم أجمع بعد شهادته. وهذا أيضا يبحث في الزمان الممتد من أول الخلائق إلى آخر الخليقة يوم تقوم الساعة. الأمر الآخر الذي يلزم أن نبحث فيه طبعا بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، نبحثه متناولين ولده وأهله وإخوانه وما يتعلق به جميعا، حتى ملبسه ومأكله ومشربه، لأنه قدمت لكم بأننا الإمامية الاثنى عشرية نعتقد بأن الحسين سلام الله عليه حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فعله وتقريره وقوله بل وحاله أيضا حجة على المؤمنين والعقلاء جميعا. الأمر الآخر الذي في متناول البحث هو المؤمنون والمؤمنات الذين رافقوا أو تعلقوا أو لهم تماس مباشر وغير مباشر مع عهد الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء، إضافة إلى الفترة الممتدة من موت معاوية إلى دفن الحسين سلام الله عليه في 13 من شهر محرم الحرام. وهذا بالحقيقة العلمية يشمل الجن والإنس، والآيات والروايات كثيرة في بيان أن من المؤمنين جن ومن المؤمنين إنس، كما بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولهم موقف بكونهم مؤمنين، وأما الكافرين أيضا لهم موقف مضاد مما وقفه المؤمنون. البحث الذي يلي هذا الأمر هو المكان الذي تردد أو كان فيه الإمام سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام. يعني نلاحظ في هذا الأمر في نفس الفترة الممتدة من رجب إلى محرم الحرام، يعني من موت معاوية إلى دفن الحسين سلام الله عليه، أين كان الحسين سلام الله عليه؟ نلاحظه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه كان في المدينة المنورة، مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، مدينة جده. وكذلك نلاحظه تحرك من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وأقام فيها مدة من الزمن، ثم تحرك صلوات الله وسلامه عليه من مكة المكرمة قاصدا العراق وتحديدا الكوفة، ثم نزل في كربلاء التي هي معروفة بالطف والغابرية ونينوى على التفصيل الذي ذكروه أصحاب السير والتاريخ في تحديد الاسم وتحديد الجغرافيا، يعني تحديد حدود المنطقة التي فيها استشهد سلام الله عليه مقتولا. وكذلك يلحق بموضوع كربلاء الكوفة والشام رجوعا إلى كربلاء مرة أخرى، ثم المدينة المنورة في متعلقات المكان. وبالنسبة للزمان
أيضا احنا بينا بأنه الزمان اللي الذي هو ممتد من رجب إلى محرم الحرام. من المفردات التي سنتناولها أيضا الأنصار من الكوفة، ومن توسع في المعنى شمل موضوع البصرة، بل ما يصطلح عليه العراقين وتوابعها، يعني ما بين العراقين، ما بين الكوفة والبصرة. على التحديد الشرعي للمساحة الجغرافية وعلى التحديد السياسي أو العرفي، في بعض البحوث يضمون الموصل إلى العراق حسابا جغرافيا وحسابا سياسيا وحسابا شرعيا. هذا أيضا يلاحظ، كذلك نلاحظ المهاجرين من المفردات الموجودة ضمن هذا المعنى، المهاجرين الذين جاءوا مع الحسين سلام الله عليه من غير الكوفة وغير البصرة، يعني قصدوه من مكة ومن المدينة، وفي بعض الأخبار من كردستان، وفي بعض الأخبار من إيران، وفي بعض الأخبار أيضا من الشام ومن غيرها من البلدان، الذين علموا من اليمن، علموا أن الحسين سلام الله عليه قصد الكوفة، فالتحقوا به فرادى وجماعات. المسألة الأخرى السلاح المستعمل على أنواعه الذي سنبحثه في محله. المسألة الأخرى التي نتناولها أنواع الحيوانات التي استعملت من الجمال والخيل وما إليها، ثم الأثاث المستعمل يعني في قافلة الحسين سلام الله عليه مقيما أو مسافرا، إن كان في المدينة أو إن كان في مكة المكرمة، مثل الخيام والفرش والأغطية والقدور. النقد المستعمل وحقيقة النقد من الذهب والفضة وغيره من الحرير والكتان والقطن. الأمم التي كان لها دور في هذا الموضوع من الفرس والروم والعرب، وملاحظة أيضا أتباع الأديان الذين كان لهم علاقة من اليهود والنصارى والمجوس، وتحديد شكل العلاقة ومدياتها له وعليه. وأخيرا الطعام الذي كان يستعمل أو كان مفضلا عند الحسين سلام الله عليه وعند أصحابه وأنصاره الذين كانوا معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نؤدي هذا البحث حقه، ويرزقنا دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه وزيارته في الدنيا وشفاعته في قبرنا وصحبته في الجنة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.